طباعة نوع المتحولات. سنشرح من خلال مثال عملي استخدام التابع GetType الذي مر معنا في نهاية الدرس السابق للتعرف إلى أنواع المتحولات على 5 أنماط مختلفة من المتحولات، وذلك كما يلي: افتح مستند نصي جديد، اكتب ضمنه ترويسات مستند HTML، والآن ضمن المعرف body ابدأ بكتابة بلوك كود PHP باستخدام معرف البداية لبلوك PHP. قم بالتصريح عن المتحول testing. الآن قم بطباعة نوع المتحول testing باستخدام التابع getType، وذلك بتمرير المتحول testing إلى هذا التابع. انتقل إلى سطر جديد باستخدام المعرف br. قم بإسناد القيمة 5 للمتحول testing، ثم قم بطباعة نوع المتحول باستخدام التابع getType أيضا وبنفس الطريقة. الآن قم بإسناد القيمة النصية 5 إلى المتحول testing، ثم قم بطباعة نوع المتحول باستخدام التابع GetType. بعد ذلك أسند القيمة 5.0 إلى المتحول testing، ثم قم بطباعة نوع المتحول باستخدام التابع GetType أيضا. وأخيرا أسند القيمة true إلى المتحول testing، ثم قم بطباعة نوع المتحول باستخدام التابع GetType أيضا. قم بإنهاء بلوك كود الـ PHP، ثم قم بحفظ هذه الصفحة باللاحقة PHP ولتكن تحت العنوان variable.php ضمن المجلد htdocs. قم باستعراض هذه الصفحة ضمن مستكشف الويب، وستلاحظ في الخارج أن المستكشف قد كتب نوع المتحول في كل من الحالات الخمس الموجودة في الكود، وهي null لعدم إسناد أي قيمة للمتحول testing، integer عندما قمنا بإسناد قيمة صحيحة للمتحول testing، string عندما قمنا بإسناد قيمة نصية للمتحول testing، double عندما قمنا بإسناد قيمة حقيقية للمتحول testing، boolean عندما قمنا بإسناد قيمة حقيقية إلى المتحول testing.